متابعين معكم مشاهدينا، وبصرني استضيف كاهن رعاية مار الياسل حي وادي العرايش ورئيس جمعية نصرته أخوية السجون الأب مروان غانم. أهلا وسهلا فيك أبونا. صباح الخير، بوجور. صباح النور، شرفتنا بمريم تي في. ميرسي. تار اليوم بدنا نحكي عن تحضيرات لعيد مار الياس والنشاطات اللي قمتوا فيها واللي رح تقوموا فيها. أولا بحييكي وبعيدكم جميعا بهالعيد المبارك، عيد مار الياس وعيد مار شربل. السنة مسابين نوعا ما، يعني السبت عيد مار الياس والاحد عيد مار شربل. ان شاء الله بينعاد على الكل اللي بيطلبوا شفاعه مار الياس وشفاعه مار شربل، بينعاد على كل الشعب اللبناني. امين. اليوم نحن مع رعيه مار الياس الحي وادي العرايش عندنا كان سلسله لقاءات وسلسله احتفالات بلشنا فيها ب 13 شهر بتكريس مذبح الرعيه. بدنا نحكي موسعا عن تكريس مذبح التكريس الرعيه. اللي اخذ دور تقريبا من بعد تعرفي بالضياع. صحيح. اخذ حوالي 20-25 سنه الناس تيتقبلوا يغيروا فكره المذبح، لانه المذبح كان مذبح قديم كثير والكاهن وجهه للمذبح للحائط يعني، والناس كلهم وراه. جربت انا بهيك بطريقه من الطرق انه وصل الناس ليقتنعوا انه لازم يكون المذبح مثل ما الكنيسه المارونيه. صحيح. عندها المذبح تبعهم، وهالمذبح اللي هو اساسا من سنه 1895 عمره، لكن يعني اكثر من 120 اكثر من 130 سنه. تقبلوا اليوم انه يحافظوا نحافظ على القديم وننفتح الى عالم جديد. حلو. وهون ما فيني الا ما اشكر اكيد لجنه الوقف بالرعيه صاحب السياده المطران جوزيف معوض اللي بادروا واللي كانوا داعمين لحتى نقدر ننفذ هالمذبح، واكيد المهندس نديم الحج اللي هو استاذ بجامعه الكاثوليك واللي هو مدير الجامعه مدير الارشيتكتور بزحله واللي اختصاصه اذا الفن الكنائس والمذابح والعمل الكنسي كله سوا، اللي هو عمل له تصميم خاص وكان في عناية كتير مميزة، لأنه الحجر نجيب من روما والحجر انعمل للمذبح والبلاط. خلص المذبح والبلاط، خلصت الصخرة اللي انشريت من روما. تشوف دور مار الياس قديش كان بهالعمل العظيم اللي انعمل لكنيستنا. يعني قبل العيد دغري قبل العيد دشنت 13 الشهر. بالفعل كانت سرعة مش طبيعية، لأنه قلنا له للمهندس انه نحن ما معنا وقت كثير، عندنا خلال 3 اسابيع بده يكون راكب المذبح. صار طلع فيه انه ابونا شو 3 اسابيع هيدي؟ فبلش المهندس اشترى العده البضاعه كلها وبلش تحضر كل شيء تقريبا حوالي شهرين او شهرين وشوي قبل ما بلش يركب. ب 25 ايار بس خلصنا المذبح، بس خلصنا الاول الرباني. بحزيران كان عم بيركب، يعني ركبنا المذبح فعليا ب 20 حزيران، ولكن من بعد شهر تكنا في بعد شوية رتوش وشوية شغل حتى اجى صاحب السيادة ب 13 شهر. يعني انا هون بدي صلي عنيت هالمهندس وهالمكتب الهندسي كله اللي كان عم يشتغل ليل نهار بشكل كتير مميز وبشكل ليتورجي وليهوتي. مش مهم نحط طاولة قدامنا، المهم نعرف اللاهوت. صحيح. الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية من خلال هالمذبح والناس يفهموها. يعني اليوم من خلال المذبح صار في لقاء بين النسوت واللاهوت. 100% المذبح لعب دور كتير كبير، خاصة أنه الناس أحيانا بتعرفي بتضيع أنه شو بدك تكون فيه وليش بدنا نتفلسف ونغير وهيك تعودنا وهيك ورثنا. اليوم طلعنا من العادات والتقاليد اللي كنا أساسا، وهي كتير مهمة وكتير لها قيمتها. صحيح. ولكن نحن اليوم بالتفكير الجديد طوروا. صحيح. والناس اللي قدموا المذبح يعني بيت حبشي المختار جورج حبشي وأهله أكيد عم بحكي عن 1890 95 هني بيت حبشي كمان كانوا انه اوكي ابونا نحن بهمنا مصلحه الكنيسه ما عندنا مشكله. يعني انا كمان بوجه لهم شكر لعائله حبشي بوادي العرايش ولكل اهالي وادي العرايش دون استثناء من كبيرهم لصغيرهم، لانه بالفعل كانت هالنعمه وهالروحانيه الطيبه كانت موجوده بين اهل الضيعه وكلهم همهم يرافقوا المذبح. يعني شو عم بيصير هذا شي نوع من تجديد، خاصة نحن هلأ من خلال هالمذبح ومن خلال هالتجديد بالكنيسة بدنا نقدم كتاب حتى تدخل كنيستنا ضمن السياحة الدينية. صحيح.
خاصة أنه الباب فرانسيس أعلن لبنان لبنان يعني بلد سياحي بلد ديني. سياحي صحيح. ديني، ونحن كنيستنا من 1866 يعني قديمة كثير، أكثر من 100-150 سنة، بتستاهل أن تدخل ضمن المعالم الأثرية الدينية والسياحية. فإن شاء الله بهالعيد، عيد مارلياس، تكون هيك النظرة خاصة، تكون تكون هاللفتة اللي افتتاحية أخذناها. مباركة. ميرسي كثير، وأنا بدي أشكركم كمان. أبونا إذا بدنا نحكي عن القديس ومعيد القديس، بعرف إنه كل ساعة رح يكون في قداس، اسم الله عليكم ناشطين بهالرعية، ولما نعرفوا إنه حضرتك ضيفة حتى جوار وادي العرايش كثير بحبوك، الله معروف يخليك. عنك إنه كثير في ناس من غير رعيتك تجي بتقدس عندك. عندنا وادي العرايش ضيعة كتير نموذجية، يعني هي صحيح انها بقلب زحلة، بقلب مدينة زحلة، وهي تعتبر نوعا ما حي من احياء زحلة، ولكن جو الضيعة، جو البساطة مميز جدا فيها. نحن صار لنا نهار السبت الماضي مثل ما قلت كل ليلة عشية عنا احتفال وعنا نشاط، ان كان مسيرة وان كان احتفالات، يعني بيحطوا مثلا في شيء بالوادي، المهم لهم مسيرة. صرت اطلع هالناس منين عم تجي كلها سوا، بهمها انه تجي تقدس وتمشي بمسيرة بالضيعة كلها سوا. وبذات الوقت بدنا نحمل صورتين، مار الياس ومار شربل، شو لانه حلو. المسيرة مشتركة بدهم اياها، بدنا نعمل زيحين، زيح لمار الياس وزيح لمار شربل، يعني بشكل كتير حلو عم بيكونوا حاضرين. اكيد نحن بهالصلوات كل ليله كان عندنا حدا، امبارح كان عندنا المونسيور شرب الغصوب، هو امين سر الاكليريكيه البطريركيه، لانه كمان نحن وادي العرايش مش بس انا خوري الضيعه، كمان في اكليريكيه بابرشيد زحل المارونيه طلعوا من هالضيعه، واليوم نحن عندنا اكليريكيه اثنين من هالضيعه الصغيره ال 250-300 بيت، فيها اثنين اللي هلا عم يدرسوا تيسيروا كهني، اكيد سهل. فيها كثير رهبان ورهبات كمان، اكيد بنعيد ونوجه لهم تحيه. ولكن بالجيل يعني الجديد ربنا هلا يزيد الدعوات. الحمد لله، اليوم نحن بنبلش هلا على الساعه 1 نستقبل القربان، يعني عاملين حساب عاملين السنه تطواف القربان. القربان لا، نحن بيجيبوا قربان بيعملوا نوع من الدورات على الكنيسه، يعني عاملين حساب بين اليوم وبكره عندنا حوالي 3500 شخص بده يزور وادي العرايش، لانه كل سنه وادي العرايش تعتبر من كنيسه مارلياس، من اقدم كنائس مارلياس بلبنان. وهالكنيسه المباركه بيجوا عليها الناس من كل الطوائف، صحيح. يعني في خبريه كان المره بزحله بده يطلعوا على الوادي حتى يزوروا، زلمه جاي من ضيعه عم بيقلها لمرته انه خلينا نوصل لنزور، ما لحقوا، قامت مرته قالت له طيب روح نمرق ونزور هيدي الكنيسه هون كمان على اسم مارلياس، فات زار مارلياس هونيك وطلع، قال لا لا بعد نيتي بعد مزغولي، بدي كفي على مارلياس وادي العرايش حتى انا اوفي الندر اللي انا بدي اعمله. شوف الناس عقليتها قديش معلقه بهالكنيسه. نحن اليوم بلش الساعه 1 بكون نستقبل، اختبار شخصي صار معه، اختبار شخصي بس صحيح. بيعني لهم مارلياس صحيح. بوادي العرايش وحده منبلش نستقبل الناس وكلنا سوا. الساعه 6 بيكون في عنا قداس، 7:30، 8:30، 9:30، 11 بالليل، واكيد منتصف الليل، بعد منتصف الليل اذا كان في ناس اكيد فينا نقدس، معنا مجال لوج الصبح. وج الصبح الساعه 7-8-9-11، وبعد الظهر الساعه 6، يعني هو قداساتنا اليوم وبكره حتى نكون حاضرين. اكيد سياده المطران جوزيف معوض راعي الابرشيه رح يترأس قديسين، يعني هاي بولا رعية بتصير، صحيح. مطران بيقدس قديسين احتفاليين، مقدس اليوم الساعة 6 مساء وبكرة الساعة 9 صباحا، هو قديسات، يعني كل بيقولوا أبونا إنه شو في بالوادي المطران بيروح مرتين وثلاث مرات، إنه بالعكس أنا بيعني لي إنه وجود راعي الأبرشية أهمية كمان، عاطية أهمية للرعية، صحيح. راعي الأبرشية أكيد موجه له التحية، صحيح. عاطي أهمية لهالرعية مثل كل الرعاية يعني، ولكن الوجود بالوادي وجود مميز، لأنه بتعرف الضيعة، والضيعة بده يستقبلوا المطران على ذوقهم، وبده يكونوا مع المطران مثل ما هن بدهم. ومسائبنا الحمد لله المطران عندنا شاب يعني بحب التعاطي مع التعاطي والسلامات والهيك، يكون مع الناس يعني بيعني له الموضوع، وهذا التقرب من الرعيه شيء كثير مهم. وانا ككاهن بيعني لي رعيتي تكون قريبه من المطران، صحيح، لانه اجمل شيء بالحياه الراعي والرعيه يكونوا صحيح متضامنين مع بعضهم، وهذا شيء بننبسط فيه نحن كوادي العرايش، وهذا مميز بهيدي هالضيعه. أبونا رح نتوقف مع بعض الصور لكنيسة مارلياس وللمذبح اللي تم تكريسه.
هون بعدنا استعداد للبناء هون أبونا عم نحط البلاط، هودي أول البلاط. بلاطات عم يطلعوا، شو حلو كل بلاطة 120، هيدا المذبح هون اللي قدام أبونا، المذبح الصليب. لازم يكون للشرق مش هيك؟ نعم، وجهه نحو الشرق. وجهه هون نحو الشرق. الختيار اللي اجى هيك شاف هالمذبح انبسط، قال صورني ياه تصور مثل ما انه هيك حب يعطي. هون الورشة بس حلوة بعدها عم هالصخرة تخلص، أبونا هيدي صخرة هالبلاط مركبة كلها تركيب مثل كأنه مركبين بازل، لأنه هون إذا مطلع روعة. على الصخرة مطلع كأنه يسوع هو هذا الصليب كله سوا، أمين. يسوع وجهه طلوع هيك صوب السما. يعني هي كمان ليتورجيا ليتورجيا اي هال هال فوق بعضهم هيك بتحسيهم الطبيعة الإلهية هيك على جهة سهل. يمين والطبيعة البشرية اللي لقطتها من تحت هيك كلها محضونة لفوق مع الإريات. كتير حلو المذبح أبونا. هون نحن وعم نكرس مع صاحب الثيابي، السيادة من أكل جسدي وشرب وشرب دمي دمي فله الحياة أبدية الأبدية. وأكون معه في اليوم الأخير. المهندس نديم الحاج مع صاحب السيادة هون عم بآخر آخر لمسات لمسات للمذبح، لكن صحيح. أكيد عندنا مذبح كتير حلو أبونا. هي طول. الفكرة فكرة مين؟ هي فكرة المذبح فكرة المهندس نديم الحاج، بده يكون عنده عمق روحي كتير قوي عنده دراسة لاهوتية معمقة. مبينة. هون مدامته كمان نادين ايه عم بتصمم. دارين، عفوا مدامته دارين هي اللي صممت، لأنه هي عاملة آر ساكري كمان بجامعة الكاثوليك، هي اللي صممت الصور واللي اشتغلت على الحفر وعلى التذهيب وعلى كل شيء. يعني نشكر الرب عليهم روعة يعني الحمد لله عائلة مسيحية بامتياز. بامتياز. هون كلهم هودي مركبينه التركيب، هودي ما في شيء انه هيك ملزقينه، كله محفور حفر المذبح بشكل حلو حتى هيك يعطي جمال مميز. هون المذبح القديم اللي كان بالسابق بالكنيسة بالسابق، قبل اكيد ما نبلش هيك نحضر له، كنا بعدنا عم ناخذ دراسات كيف معقول يصير هيدا. هون كاتبين عن المذبح كله شو بيعني. لو كمان بدي وجه شكر للمونسينيور شربي الأبي عبد الله، لانه هو كمان دكتور بالفن المقدس واللي هو شرح هالمذبح كله سوا شو بيعني، وكلهم موجودين هيدا هون أقدم نشاطه شارح المذبح شرح المعاني اللاهوتيه للمذبح صحيح. وليش انعمل هيك. اليوم في كثير مهندسين يمكن بيجيب لك انا بدي احط زيتوني، انا بدي احط صخره، انا بدي احط هودي حلوين، بس مش اليوم بدنا ندخل شوي بالعمق على اللاهوتي. العمق اللاهوتي وعلى صحيح. فن الكنيسه. الكنيسه اليوم الموجوده ما فيني اجي احط لها زيتوني تنبسط انه الزيتون منظر الزيتون، صح. بدي روح شوي بتفكير رمزيه لاهوتي الزيتون اكثر، صحيح. بدي روح شوي باللاهوت اللي انا موجود فيه. كرمال هيك وقت شغلنا المذبح كثير الناس انه ابونا انه بطل فيه مهندسين بزحله بطل فيه، لا كل العالم خير خير وبركه، يعني وبركة. احنا ما عندنا مشكله، بس اليوم صاحب الاختصاص له دور كثير كبير انه يكون عم يعمل الشغل تبعه. ونحن اخترنا المهندس نديم الحاج لانه اختصاصه المذبح الماروني في الكنيسه المارونيه، يعني حددنا الاختصاص اللي نحن بنريده. اكيد انا بدي وجه له تحيه لانه عن جد عطى شغل كثير حلو، هو اصلا مش بحاجه لشكره لانه هذا عم يعمل كل شيء لربنا، بس ما فيني الا ما ضوي على هذا العمل الموضوع. صحيح. هذا عمل كثير مميز وهو عم يعمل كثير مذابح هلا، عم يعمل كثير كنائس عم بيرممها بابرشيات لبنان كله نوعا ما. ابونا اذا بدنا نحكي عن السجون بدنا نحكي أول شيء عن المواضيع الروحية اللي بتصير مع المساجين. جمعية نصرات وأخوية السجون هي عضو في أخوية السجون العالمية بالأمم المتحدة، وهي كمان بالفيدرالية الدولية لمكافحة المخدرات، وبذات الوقت هي مسؤولة عن قارة آسيا. ونحن اليوم كجمعية مش بس أنه جمعية خيرية عادية، عنا مركز تأهيل المدمنين والمدمنات على المخدرات بزحلي، وعندنا مركز النساء المعنفات، وعندنا اصلاحيه للاولاد لاني على خلاف مع القانون. هول كلهم سوا موجودين بزحله ومنتشرين، العمل في السجون منتشر على كل السجون اللبنانيه. واسمحي لي قبل ما احكي عن الموضوع وجه شكر للاكليريكيه البطريركيه المارونيه اللي عم تبعت اكليريكيه لحتى يكونوا عم بيوصلوا كلمه الله من خلال هالبرامج اللي رح نحكي عنها بالسجن، واكيد للجامعه اللبنانيه لكليه الصحه اللي كمان في الاستاجيريه اللي عندها اللي هن
تلاميذ الام 2 بعلم النفس واللي هن عم بيكونوا كمان موجودين. البرامج الروحيه اللي عم نعملها، عم نعمل ثلاث برامج، اثنين عداله تصالحيه وبرنامج موسيقى. من حوالي شهرين كان عندنا ريسيتال، كانوا المساجين هن عم بيغنوا، هن مش عم بيشاركوا، هن عاملين الحفله كلها دعاء ازاد. اكيد نحن مرنيهم هون، بوجه تحيه لكل الاشخاص اللي تعبت بالموسيقى، العميد ايليا فرانسيس، الدكتوره كارين ايليا اللي هي كانت مسؤوله عن البرنامج كله سوا، موسيقى قوى الامن الداخلي، اداره سجن رومي المركزي، وكل السجناء اللي هن عن جد كانوا عم يعطوا من وقتهم ومن هيك عم يعطوا، لاني قاعدين بالسجن، بس انه في واحد يقعد بالسجن مرتاح، في واحد يكون عم يقدر يعطي نشاط. بقى كان برعايه معالي وزيره الداخليه، وكان في اكيد قضاة وضباط ونواب عامين عم يحضروا، ونواب الدولة اللبنانية موجودين. هذا برنامج موسيقي عم بكفي جمعية نصرت وعم تعمله مع المساجين برومية، وهلا رح تبلش فيه بزحلة الاسبوع القادم. برنامجين تانيين، برنامج شجرة الجميزي اللي هو انجيل زكا العشار، صحيح، اللي بيحكي بثمان جلسات عن العدالة التصالحية. زكا هالإنسان اليهودي اللي تعامل مع الإمبراطورية الرومانية، إنسان فاسد، طلع على شجرة الجميزي، تعرف على يسوع، قال له يسوع يا زكا انزل أنا رايح لعندك، صحيح. تغيرت حياته، كان إنسان خاطئ، رجعت له حياة النعمة. انعملوا ضمن برامج 8 دورات او 8 ساعات. متشعب كثير انجيل زكا العشار، انجيل مميز جدا، صحيح. وبيغطي 3480 سجين بلبنان، صحيح. وهذا البرنامج معتمد بضمن في موافقه نيابه عامه تمييزيه، وبس نروح على تخفيض العقوبه عم ياخذوا اتستاسيون وشهاده انه شارك وعم بتساهم بتخفيض العقوبه. وعندنا برنامج تاني كمان حلو كتير، هو اسمه رحلة السجين، مأخوذ من إنجيل مرقس اللي هني هالستعشر فصل، حكين لماذا تجسد يسوع، لماذا مات يسوع، لماذا قام يسوع، هالتلات يعني تلات لماذا، صحيح. الميلاد، الموت والقيامة. هودي تلاتتون هني يسوع هو السجين الموجود في سجن رومي وعلي وزحلة وين ما كان، هو اللي دخل على هالسجن، هون صار في عنده ولادة حقيقية، عم يرجع يبلش حياته، عم يعمل نوع من المصالحة هالسجين لترجع تبلش حياته وتصير حياة جديدة. كمان هودي بحاجة لكتير متطوعين، صحيح. عبر مريم تي في بتمنى بحاجة نحن للحوالي 300 متطوع تيكونوا معنا بكل لبنان، يعني كل إنسان بمنطقته بالشمال بحاجة لمتطوعين. أبونا وين بيتصلوا هلأ إذا المشاهدين عم تحضرنا؟ بيتصلوا فيه مباشرة في على الرقم 03-74-25-35 03-74-25-35 أو يبعثوا لي واتساب، لأنه هلأ عندي عيد مارليس. وفي يمكن صفحة على الفيسبوك، وفي صفحة على الفيسبوك نصروتو.org أو على الفيسبوك أنا بير مروان غانم، كمان بيقدروا يتصلوا فيي على ال مباشرة، خاصة على السوشيال ميديا اليوم. أبونا الحوار معك جدا شيق، بس بنخرج عم تقلي انتهى وقتنا، بس أكيد رح نستضيفك بحلقة خاصة لجمعية نصرته، لأنه حضرتك عن جد علامة فارقة بالكنيسة المارونية. مشاهدينا وصلنا لنهاية فقرتنا، بريك ومنتابع معكم.